أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل سأل ربه الشفاء من مرض البرق، هل فعله هذا من الاعتداء في الدعاء؟ وهل تركه من القنوط من رحمة الله؟ هذا ما يوم أن البرق ليس له شفاء، فدعاؤه الدعاء عبادة بلا شك. قوله يدعو الله ويتبرع إليه يؤجر على الدعاء، وأما البرق فهو من الأمراض التي ليس لها شفاء. فلو أنه دعا الله بأشياء أخرى، دعا الله بالمغفرة، دعا الله بالتوبة، ودعا الله في أمور محل للدعاء، كان من دعائه شيء معلوم أنه لا يشفى كما. والذي جعل هذا المرض هو الله سبحانه وتعالى، وما علم أن مريضا للبرق شفي إلا ما أجرى الله على يد عيسى عليه السلام معجزة له، تبرئ الأكمى والأبرص، معجزة لعيسى عليه السلام، والمعجزة لا تكون إلا على يد من جعلت آية له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل تحتجب المرأة المسلمة عن مولاها؟ تعني المعتق، كانت تعني المعتق، نعم تحتجب عنه، وإن كان مولاها بالعز والعز فهي أجنبية منه، خرجت عن ملكه، لا تحتجب عنه يوم كانت في ملكه، أما بعد أن عتقت صارت حرة غير مملوكة، يجب عليها الاحتجاب منه، وإن كان يرثها بالولاء. مثلا لا يلزم من الإرث المحرمية، ابن العم يرث وهو ليس بمحرم،